أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل في سؤاله عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا. نعم، عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا. هذا ممنوع يا أخي، كاميرا تصوير، كاميرا أداة تصوير ولا يجوز التصوير، وأيضا تصوير سيء لأنهم يصورون النساء والحفلات ويكون فيه مجون وشر، لا يجوز بيع التلفون اللي فيه كاميرا، ما يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه أداة فساد وتدمير، وأقل أحواله أنها آلة تصوير، وآلة التصوير لا يجوز شراؤه ولا بيعه.